بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب مظلوم كربلاء، ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي. أحسنت والله، شكرا. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مولاي ابن الطهر رزق جاعلي دمعي شرابي والتحسر زادي، يا موجة المختار يا من حبه أعددته زادي ليوم معادي، يا موجة المختار يا من حبه أعددته زادي ليوم معادي، مولاي خذ بيد الضعيف غدا إذا وافى بأعباء الذنوب ينادي، لا أختشي ضيما ومثلك ناصري، لا أتقي غيا وأنت رشادي، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهاده، لكن لكي تقضي عليك صلاتها ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق السبع شدادي، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي، يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا عن الأعوادي، لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رشق النابل يرى الضجيادي، ولهفتاه
على خزانة علمك السجاد، وهو يقاد بالأصفاد ما لي أراك ودمع عينك جامدون. أو ما سمعت بمحنة السجاد قلبوه عن نطع مسجا فوقه، فبكت له أملاك سبع شداد ويصيح وذلاه أين عشيرتي وسرات قومي أين أهله ودادي منهم خليت كالديار وبعدهم يا نعب الغراب بفرقة الأوداء قلبي خواتك اخويا هذي تقول عم وين عمي وذيك تقول فارقني ابن امي والله يهيج لوعتي ويزيد همي عيلي لك من يدير العلية يا عيلي لك من يدير العاية يا نليا يا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات قانتات حافظات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الآية تشير إلى الزوجة الصالحة المؤمنة، إلى أهم ما يلزم أن تتصف به الزوجة. فالصالحات قانتات، المرأة الصالحة الزوجة الصالحة هي القانتة. من هي القانتة؟ القانتة هي دائمة الإطاعة على طول الخط. الزوجة قد تطيع زوجها
في بعض الأحيان دون البعض الآخر، أو تطيع زوجها في بعض الأمور دون البعض الآخر، هذه مقانتة. القانتة هي التي تطيع زوجها في كل ما هو حلال ومباح، وما تطيع بالحرام طبيعي. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي يعني طيع الله في كل شيء. فالصالحات قانتات تطيع زوجها في كل شيء وفي كل الأزمان، طالما ما يأمر به الزوج هو أمر مباح وحلال في الشريعة الإسلامية. حافظات للغيب يعني تحفظ زوجها في غيبته، تحفظه في نفسها فلا تخونه في نفسها، وتحفظه في أمواله، وتحفظه في أسراره. حافظات للغيب بما حفظ الله. لماذا الزوجة الصالحة هذه مواصفاتها؟ هذه الآية هي جزء من آية ذكرتها لكم في السابق. الآية شنو بدايتها؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. شوف هذه تكملة لتلك. يعني الله يقول للزوجة احنا خلينا الرجال يتكفل القيمومة ويتحمل المسؤولية، مو قوترة واحد يتحمل المسؤولية. تحمل المسؤولية يعني كلام، تحمل المسؤولية يعني كلام الناس. الآن كل واحد بيكم هنا أنا قاعد يحضر المجلس ويروح ويقولوا له رحم الله والديك ويسلمون عليه، خلي يصير مسؤول على هذا المركز الديني وعلى هذه الحسينية. تبدأ عليه الكلام، تبدأ عليه التهم، تبدأ عليه الشائعات، يبدأون يقلبون وراءه ملفاته وحياته. تحمل المسؤولية هو هذا. الله حمل الأزواج مسؤولية الزوجات، الرجال قوامون على النساء. بعد بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، كل زايدتها وناقصتها ذبها على الزوج. في قبال هذا ماذا طلب من الامرأة في قبال زوجها؟ فالصالحات قانتات مطيعة لكل أوامر زوجها، حافظات للزوج في نفسها وفي أموال الزوج وفي أسراره وخفاياه وخواصه. يقول النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، ما استفاد امرئ فائدة بعد الإسلام أفضل من امرأة مسلمة تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسه وفي ماله، أو في نفسها عفوا، في نفسها وماله. الامرأة هي هذه. احنا ليالي مضت ونتحدث في جانب الأسرة، وكان باصطلاح المثل المعروف الضغط كل على الرجال. سيقولون احنا شنو إنا يعني كيف يجب ان تكون الزوج؟ هذه الامرأة الصالح قانتة حافظة. اما يصير نزاع بينهم، هاليوم صار النزاع وباشر بين النساء وبين الرجال وبين الاسر، من طش اسرار الرجال كلها برة، عيوب الرجال كلها برة، هذه مو حافظة لزوجها.
فالصالحات قانتات حافظات للغيب. يمكن الرجال العياذ بالله بالبيت من يقعد يغتاب، يسوي غيبة، يسوي نميمة، لا سمح الله، علق القناة وقام ينظر إلى نساء لا يجوز النظر إليهن، هذا غيب، ما يجوز للمرأة برا تطلع. حافظات للغيب، هذا غائب عن أعين الناس، خفايا الرجل هذه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. ماذا يجب على الامرأة تجاه زوجها؟ يجب عليها ثلاثة أمور. الأول، الاستجابة في أمر الفراش. يجب عليها طالما لم تكن في عذر شرعي أو عذر طبي أن تستجيب لزوجها في قضية الفراش. اللهم إذا كانت في عذر شرعي أو قضية طبية بحيث أن الأمر يستلزم لها عسرا وحرجا شديدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إما والله ما إلي خلق وما إلي نفس. طبعا الرجل لابد أن يراعي أيضا المشاعر، ولكن الذي يجب عليها أولا قضية الفراش. اثنين، ألا تخرج من البيت إلا بإذنه، حتى إذا أرادت أن تذهب إلى حج بيت الله الحرام المستحب الواجب، ما تحتاج إلى استئذان الزوج، تخبره أنا صرت واجبة الحج وطلعت لي تأشيرة وعندي أموال متمكنة ومستطيعة، وإذا تحتاج محرم معاي محرم، تخبره. أما استئذان لا، يعني إذا ما أذن لها يحرم عليها ألا تذهب إلى الحج، هذا الحج الواجب. أما حج مستحب لا يجوز لها حتى تستأذن زوجها، عمرة مستحبة لا يجوز لها حتى تستأذن زوجها، زيارة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يجوز لها حتى تستأذن زوجها، الذهاب إلى المجلس والتواجد في المجلس، مجلس حسيني، لا يجوز لها حتى تستأذن زوجها. شو يدقق؟ يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه نقلا عن النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، يقول ونهى، يعني النبي نهى أن تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن خرجت، يعني خرجت بغير إذنه، لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيته. شو الدقة وين؟ هذا حديث النبي. بس المرأة تقول كيف أستأذن، يعني أنا كل ما أريد أطلع لشغلة لازم أخابر الرجال؟ الاستئذان لك ممنوع. أحيانا بعض الأزواج بصلاحنا شوية ديمقراطي متفاهم مع زوجته نعطيها إذن عام، يقول لها أي شيء تشوفين صالح تخرجين له أطلعي، بس لا بس تخلي لي خبر، فد رسالة، فد شيء أعرف أنت مو بالبيت مثلا، هذا إذن عام. أو لا، استئذان بالعنوان، يعني هي موظفة يقول شو وقت ما تريدين تروحين للوظيفة روحي، خلص بعد يومين ما تستأذنه، هي طالبة جامعة يومية تروح للجامعة، هي عاملة في شركة يومية تروح، هذا إذن لعنوان. أو استأذنته يابا إجا محرم أريد أحضر مجالس، قال حضري مجالس، خلص أعطاها عنوان، بعد يومية ما تقول هالليلة أروح لو لا، ما يحتاج، أعطاها إذن في العنوان. ومرة لا، في كل قضية تستأذن حسب الاتفاق بينها وبين الزوج وحسب التفاهم، ولكن المهم أن خروجها من البيت بإذن زوجها. طيب، في هذا الباب أكو موارد فيها استثناء، ما تحتاج إلى استثناء، إلى استئذان عفوا. بلى، إذا المرأة استأذنت الرجال وخبرته نور على نور، بس هي مو بحاجة إلى استئذان. وين؟
المرأة التي خطبت وهي موظفة أو عاملة أو طالبة، وما شرط عليها زوجها خاطبها أن تترك وظيفتها أو عملها أو دراستها، من الزوج هي موظفة بالدولة. زين، إذا أنت متريدها تطلع للوظيفة لازم تشرط من يوم الأول سكات. من يوم تزوجتها هاي المرأة عاملة في شركة، في دوام، في مكان، إذا متريدها تطلع على العمل مفروض تشرط تقول عمي أنا من يوم تزوجها بعد تقعد بالبيت. من تزوجتها هاي طالبة في الجامعة وفي المدرسة ما شرطت تترك دراستها، هذه تخرج لوظيفتها، لعملها، لدراستها من غير استئذان. ليش؟ هذا خاضع لقاعدة الإقدام. هو أقدم، كان يعلم أنها موظفة، كان يعلم أنها عاملة، كان يعلم أنها طالبة. إذا ما يريدها تخرج عليه أن يشرط ذلك على أهلها، فإن سكت يعني تمشي لوظيفتها ولعملها ولدراستها بغير استئذان. هسه إذا هي إكراما له وإجلالا له أطاعته في هذا الباب، هذا نور على نور، ولكن هذا يستثنى من الاستئذان. هذا أولا. ثانيا، الخروج المتعارف. القرآن الكريم شنو يقول؟ وعاشروهن بماذا؟ بالمعروف. شنو يعني الخروج المتعارف؟ المرأة من المتعارف كل أسبوع أسبوعين، إذا أهلها بنفس المدينة والمحافظة كل أسبوع أسبوعين، ثلاثة شهر مرة بتروح لأهلها، خصوصا الأيام الأولى من الزواج، بالأسبوع مرة، بالأسبوعين مرة. إذا أهلها في محافظة أخرى كل ثلاثة أشهر، كل ستة أشهر مرة تروح لهم. إذا في دولة أخرى بالسنة مرة، بالسنتين مرة تروح إلى أهلها. إذن ما تحتاج إلى استئذان. يابه، مو الإسلام قال لازم تستأذن. نعم تستأذن فيما هو غير متعارف، يعني أهلها أفرض بنفس المدينة وهذه يومية تريد تروح لهم، هذا مو متعارف. المرأة يومية تترك بيتها وتروح إلى بيت أهلها، هنا تحتاج إلى موافق. إلى إذا، إما الأمور المتعارفة اللي عليها سيرة الناس، عليها عرف الناس، هذه تخضع إلى قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، هذا أولا. اثنين، إلى قاعدة الإقدام. يعني أنت من تزوجة المرأة تريد تخرجها مما هو متعارف من عرفها، أو تتزوجها كما عليه العرف، كما عليه العرف. لا، إذا خرجت من البيت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها. لا مولاي، هذا الحديث يفيدك لك، ما تلعنها ملائكة السماء ولا ملائكة الأرض ولا الجن ولا الإنس. شوي دق، المتعارف تخرج الإمرأة. بس احنا احيانا نضغط على النساء نقول يابا لازم تستأذني الرجل. صحيح تستأذنه في غير المتعارف، أما عليه العرف العام بلى، ينبغي لها أن تخبر زوجها، وإذا ما وافق تسمع له الكلام. ليش؟ لأن المخالفة عواقبها غير محمودة ووخيمة، يؤدي إلى التفكك الأسري. زين، سؤال مولانا شيخنا، احنا هذا كلام اللي تقول على عين وعلى الراس، القرآن الكريم يقول وعاشروهن بالمعروف، قبول، بس اكو آية في القرآن الكريم وعاشروهن بالمعروف، واكو رواية احنا سامعيها منكم، وهاي الرواية موجودة في كتاب الكافي المجلد الخامس. شنو الرواية؟ اسمعها بالله، خلي نناقشها. امرأة تزوج منها رجل من الأنصار، فلما أراد السفر عهد إليها أن لا تخرج من البيت. بذاك الزمن اللي السفر يطول 3 شهور 4 شهور، وسائل تواصل اجتماعي ماكو، لا موبايل ولا هاتف ولا فيس وماكو شيء، يروح 3 4 شهور، عهد إليها أن لا تخرج من البيت.
وأبوها تمرض، أرادت أن تخرج لزيارة أبيها. زين هذا متعارف لولا؟ المرأة إذا أبوها تمرض تروح تزوره، هذا متعارف. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تستأذنه في الخروج لزيارة أبيها. لماذا أرسلت إلى رسول الله؟ هو رجلها قال لها لا تطلعين، لأن تعرف أن ولاية النبي فوق ولاية الزوج، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تستأذنه في الخروج لزيارة أبيها، فما أذن لها، قال اجلسي في البيت وأطيعي زوجك. فازداد مرض أبيها، استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله فما أذن لها. فاحتضر أبوها، يعني صار بحالة احتضار، دا يموت الرجال. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تستأذنه فما أذن لها، فمات أبوها. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تستأذنه للخروج في تشييعه ودفنه فما أذن لها. فلما دفن أبوها أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إليها رسولا، إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك. هاي الرواية شو تسوون بها؟ الرواية بالكافي، الرواية مقبولة، بس خلي نروح إلى أصحاب الاختصاص نقول عمي هاي الرواية شو تقولون بها؟ يقولون احنا عندنا روايات من آل البيت، ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط. القرآن الكريم يقول وعاشروهن بماذا؟ بالمعروف، هذا خلاف المعروف. إذن هذه شنو؟ يقولون هذه قضية في واقع، هذا اللي صدر من النبي إلى حيثيته وخصوصيته. النبي راد أن الله يغفر لأبيها ويعفو عن أبيها ويغفر لها بطاعتها لزوجها، فما أذن لها فيما هو مباح لها، وإلا حتى المحرمات إذا صار اضطرار وضرورة تجوز. الخمر حرام، إذا واحد اضطر فمن اضطر غيره ماذا؟ فلا إثم عليه. الإنسان اللي يضطر غير باغي، يعني لا يتجاوز مراتب الاضطرار، فلا إثم عليه. هاي امرأة مضطرة، النبي مع ذلك أجلسها. ليش؟ يعني تبين من هاي الرواية أن المرأة بإطاعتها لزوجها تصير سبب أن الله يغفر لها ولوالديها. يعني ما إذا ما أطاعت زوجها مو بس ما يغفر لها، تصير سبب أذية وضرر على أبويها. شوف الدقة وين. فالصالحات قانتات، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، طيب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن قضية الفراش والخروج من البيت، بعد المعاشرة بالمعروف. القرآن الكريم تجاه الرجال يقول وعاشروهن بماذا؟ بالمعروف. ثم القرآن الكريم يقول ولهن مثل الذي عليهن أو عليهن، ولهن مثل الذي عليهن. يعني إذا معاشرة بالمعروف هي هم لازم تعاشر زوجها بالمعروف. شنو يعني المعاشرة بالمعروف؟ الكلام الحسن،
ردود الفعل حسنة، المظهر الحسن، المظهر الجميل، الأناقة، المواقف الطيبة، هاي معاشرة بالمعروف. الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقول تجاه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. شوف الدقة وين. واحد سألت خوش آدمي توي مرتك وجهالك، يقول لي هذا كلامه يمكن مطابق للواقع يمكن مو مطابق للواقع، بس إذا مرت وجهالة قالوا خوش آدمي الشهادة مقبولة. المرأة إذا قالت أنا زينة، إذا رجلها قال إي والله زينة، الشهادة مقبولة. وإلا من الشخص دعوة، لازم من الخصم نسمع. الإمام علي هو يقول: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل. هسه هذا صعبة، هي وما أغضبتني ولا عصت لي أمرا، لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. وهي صلوات الله وسلامه عليها لما دنت منيتها قالت: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. شوف أهم أسباب انهدام الحياة الزوجية، انهدام الحياة الزوجية أحيانا سببه الرجل. الرجل هو ما يعاشر الامرأة بالمعروف، ما يتحمل مسؤولية، ما يقوم بقيموميته. وأحيانا السبب المرأة، أحيانا المرأة لما تصير سبب انهدام الأسرة شنو هو؟ ثلاث أسباب: الكذب والعياذ بالله، كذب على الرجل، سواء قضايا البيت، قضايا خارج البيت، تجاه نفسها، تجاه أهلها، تجاه أولادها، تجاه الأموال، تجاه الطلعة الطبة. ما عهدتني كاذبة ولا خائنة. الخيانة أحيانا عرضية والعياذ بالله، أحيانا خيانة بالسمعة، بالأموال، بالأسرار. بعد: ولا خالفتك منذ عاشرتني. روحوا أنتوا إلى المحاكم لما يصير طلاق، مرة قلت الرجال هو السبب، هذا الآن ملف الحالة، ومرة المرأة هي السبب، لو كذابة، لو خائنة والعياذ بالله، لو تخالف زوجها ولا تمتثل أوامر زوجها. يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني، قال: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى من أن أوبخك بمخالفتي، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. شو الدقة وين؟ واحد من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أحيانا بعض النساء، حاشا النساء الموجودات، إذن اللي متربايات بالمجالس ما بيهن هذه الصفات يقينا، ولكن هاي اللي بعيدة عن تعاليم أهل البيت، بعضهن بذيئة اللسان، سليطة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه دخل عليه واحد من أصحابه، يقول إجا واحد من أصحاب الإمام يشكو امرأته. الإمام قال له: شبيه؟ هو ظاهرا قبلهم جاي شاكي عند الإمام. قال له: سيئة الخلق، سليطة اللسان، بذيئة اللسان، ما أقدر أحكي وياها حكاية. الإمام قال له: جيبه خلانا حاجي. جابه، قال لها: أمت الله، أنت الشكل سيئة الخلق مع الرجال، ما يصير. قالت: أنا ما له منه.
قال لها إذا تبقين على هذا سوء الخلق لا تعيشين إلا 3 أيام. الرواية موجودة في كتاب بحار الأنوار مجلد 47 صفحة 97. ما تعيشين إلا 3 أيام. قالت ساعة المباركة أموت وأخلص منه. إمام داي حاجي معصوم، أنت شوف هاي ويا الإمام هالشكل تحكي ويا رجلها شو تسوي بالبيت؟ راح سيئت. النبي الأكرم بماذا بعث؟ وإنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق بعد 3 أيام هذا صاحب الإمام الصادق يقول أنا جالس وذاك طب. الإمام سأل قال ماذا صنعت بصاحبتك؟ وين صلت ويا زوجتك؟ قال يا ابن رسول الله الآن رجعت من دفنها، ماتت تهت. هو سأل للإمام قال ما هو أمره؟ قال كانت سيئة الخلق فبتر الله عمرها. بلى الأمر اللي تكون سيئة الخلق مع زوجها يبتر عمرها وتنتهي حياتها. ولكن أيضا الرجل لابد أن يكون صبور، مو كل المرأة هم لازم يصبر. يقول النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله من صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله من الثواب مثل ما أعطى داود عليه السلام على بلائه. سيئة الخلق نعمة نعمة. إذا الله يريد ينعم على عبد من عباده ابتلاه بزوجة سيئة الخلق. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله بعض زوجاته كانت سيئات الخلق، سليطات اللسان. بلى راجعوا اسمعوا هذه الرواية وأنهي المحاضرة. هود النبي على نبينا وآله وعليه السلام بعث إلى قومه، دعاهم 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 إلى الله ما استجابوا. الله أمهلهم 7 سنوات وهم يعصون الله ويعبدون الأوثان. بعدين الله نزل عليهم العذاب. العذاب شنو؟ قطع عليهم قطر السماء، ما يماكوا بذاك الوقت. الاقتصاد والحياة على الماء، إذا ما يماكوا يعني لا زرع ولا ضرع. لأن حتى أجلكم الله الحلال الحيوانات تريد زرع وتريد ماء، فإذا زرع ماكو ماء ماكو تموت، إذا حلال ماكو أبقار ماكو أغنام ماكو حياة الناس تنتهي، زرع ماكو حياة الناس تنتهي. ف7 سنوات في قرية من القرى أكو ناس كان يؤمنون بهود النبي وبنبوته. قالوا زين احنا نؤمن، بس هذول ما يطيعون الله كفار، احنا شنو ذنبنا؟ قالوا خلوا الروح يمهود. نقول احنا شنو ذنبنا؟ خلي دعاء الله يسقينا. فجاءوا وطرقوا باب دار هود، طرقوا باب البيت. فخرجت إليهم امرأة شمطاء عوراء. شمطاء يعني بذيئة اللسان، عوراء عورة. فخرجت إليهم امرأة شمطاء عوراء قالت ما عندكم؟ قالوا لها وين هود النبي؟ قالت شو تريدون منه؟ يا عمي احنا ناس نؤمن بالله وبنبوة هود وجايين نلتقي به. قال شو تريدون منه؟ قالوا منعت السماء عنا قطرها غيثها، اريد ينزل علينا المطر، وجايين هذا نبي حتى يدعو الله وتنزل علينا الامطار. قالت يا ناس انتوا تضحكون على نفسكم، هذا لو بيفوت كان يدعي نفسه، زرعه محروق ما بيه مطار.
هسه يقدر هو يدعو نفسه؟ لا. ليش؟ لأن النبي ما يحق له أن يستعمل الغيب أو الإعجاز لحياته الشخصية. غيب أو إعجاز حتى يثبت أنه نبي، أو يعمق الإيمان في من يعتقد أنه نبي. حياته الشخصية ما يقدر، كود يبقى بشر مثلي ومثلك. قل إنما أنا بشر مثلكم، حتى يصير أسوة لنا. فإجأله الهود النبي عليه السلام بالمزرعة، قالت لهم بفلان مكان هو بمزرعة تروحوا له، شافوا يحرث الأرض رجال، قالوا له يا نبي الله نحن نؤمن بالله وبنبوتك. قال بلى نعلم ذلك. قالوا له منعت السماء علينا قطرها، حلالنا مات زرعنا مات، اسأل الله أن ينزل علينا الغيث. قال بس، قام توضأ وصلى ركعتين ودعا لهم بالدعاء. شافوا غيمة اجت، قال هاي رايحة لقريتكم، روحوا عمي الآن بقريتكم صار مطار. قالوا له يا رسول الله عندنا سؤال. قال شنو السؤال؟ قالوا احنا رحنا الباب دارك، طرقنا الباب فخرجت إلينا امرأة شمطاء عوراء، وهذا اسلوبها وهذا كلامها. قلنا لها هود النبي يريد يدعونا. قالت له بفوت خلي يدعون نفسه، زرعة محترق. ضحك هود، قال هذه زوجتي وهي تؤذيني، وأنا دائما أدعو الله أن يطول عمرها. عجيب. هناك الإمام الصادق قال له 3 أيام وإلا بتر الله عمرك، وبعدين قال له لقد أساءت لزوجها فبتر الله عمرها. يقول أنا دائما أدعو الله أن يبقيها. قالوا له ليش يا رسول الله؟ اخلص من شرها. قال لا، لأنه ما من مؤمن إلا ويبتليه الباري بعدو. النبي إلى عدو، المؤمن إلى عدو، الإنسان لابد أكو بلاء ورزية في حياته. هاليوم متأذي من زوجته تصير زينة زوجته، يطلع لفرد جيران كاولي ما ينحمل ما يقدر على لسانه، ويوميا مأذي ويوميا مرمرة، ينتقل إلى منطقة أخرى يطلع ابنه فرد واحد يربي له علة يورم قلبه، يخلص من ابنه يسلط عليه فرد حاكم ظالم. يقول المؤمن دائما، المؤمن المؤمنة دائما أكو واحد الله يخليه يؤذيه، بهذه الأذية يغفر ذنوبه ويرفع له من الحسنات. وأنا أحب عدوي بيدي بقبضتي، أخاف أدعو الله يعطيني زوجة طيبة وأنا أصير بيد عدو أنا في قبضته، هو متسلط عليه هو يقدر عليه. أما هذه امرأة ضعيفة عندي في البيت، شوية لسانها يلعلع وتحكي، ها بالصلاه احنا قلبها نظيف وصافي. شوي دقيق، من صبر يقول صلى الله عليه واله على سوء خلق امراته اعطاه الله من الثواب مثل ما اعطى داود عليه السلام على بلائه. الدقه هنا، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كانت مثال للزوج الصالح. يا ابن عم ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. صفة الامرأة الطيبة هي هذه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الرباب ذكرت لكم كانت من عينة زوجات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا شاه زنان كانت من خيرة زوجات الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. سرباب في يوم العاشر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما ذهب إلى الحرب، خرجت البنيات اليتامى النساء العائلة لوداع الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إلا الرباب ما خرجت لتوديع الإمام الحسين حياء وخجلا، ما راح تودعه.
وبعدين الإمام الحسين قتل، فبقت هاي حسرة، حسرة في قلب الرباب. إلى متى؟ إلى يوم أدخلوهم إلى مجلس عبيد الله ابن زياد، مثل هاليوم أدخلوهم، أو مثل بكرة أدخلوهم في مجلس عبيد الله ابن زياد. المجلس كان مكتظا بالناس، فأدخلوا السبايا، ودخلت مولاتنا زينب ومن ورائها النساء، وكانت سلام الله عليها تغطي وجهها بكمها الحوراء زينب، ما سلب قناعها، كل ما في الأمر كشفوا عن وجهها، وهذا هدكم كان الحوراء زينب. فدخلت وراحت في زاوية من زوايا المجلس تحوم بها النساء. عبيد الله بن زياد تعجب، قال من هذه المتنكرة؟ متوقع هي الجاوة يعني، فما ردت عليه. مرة ثانية قال من هذه المتنكرة؟ ما ردت عليه. مرة ثالثة قال من هذه المتنكرة؟ فأجابته بعض النساء، قالوا له هذه زينب بنت علي بن أبي طالب، هذه أخت الحسين. قال الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. ردت عليه، قالت إنما يفتضح الفاجر ويكذب الفاسق وهو غيرنا يا عدو الله. طلع، قال كيف رأيت صنع الله بك وبأهل بيتك المردة؟ قالت ما رأيت إلا جميلة. شوف كل البلاء اللي نزل. الإمام الحسين يقول إلهي رضا بقضائك لا معبود سواك، يا غياث المستغيثين نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. قالت ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم قد كتب الله عليهم القتل والقتال، فبرزوا إلى مضاجعهم، وستحاج وتخاصم ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. غضب، فحمل الصوت ونزل إليه من على المنبر. طلع على بعض أهل الكوفة قال ويحك ما تصنع، هذه زينب بنت علي بن أبي طالب بالكوفة أنت؟ علي بن أبي طالب مهما كان إلى أتباع إلى محبون. رجع، إنها امرأة ولا تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها. رجع قال لقد شفى الله غيظي من قتل طاغيتك الحسين. قالت إن كان هذا يشفيك فقد اشتفيت. خسر الجولة مع الحوراء زينب، فأجال ببصره فوقعت عينه على الإمام زين العابدين سلام الله عليه. قال من هذا؟ قال علي بن الحسين، هو عند قائمة بأسماء القتلى. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ يقول الله قتله. الإمام رد عليه قال كان لي أخ أكبر مني قتله الناس يوم عاشوراء. عبيد الله بن زياد قال بل قتله الله، لأن هي المشكلة الحاكم الطاغي الظالم كل شيء نسبة إلى الله. قال بل قتله الله. الإمام رد عليه بمنطق العلم والعلماء قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال أو بك جرأ على رد جوابي؟ سياف اضرب عنقه. اجت السيوف تلمع. مولاتنا زينب هنا قامت ورمت بنفسها على الإمام زين العابدين وقالت حسبك يا ابن زياد، حسبك من دمائنا ما قد سفكت، وإن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. قال دعوه لها عجبا للرحم، والله إنها ودت أن تقتل دونه. زين خسر الجولتين، أراد أن يوجع قلب الحوراء زينب، ماذا صنع؟ فاستدعى رأس الحسين
ذلك الرأس الأزهري النوراني، فجيء له برأس أبي عبد الله الحسين في طبق، وراح ينكس ثنايا أبي عبد الله الحسين بمخصرته. مر عبيد الله بن زياد ضربه على ثناياه، ومر يزيد اللعين ضربه على ثناياه، فراح ينكس ثنايا أبي عبد الله الحسين بمخصرته. اهنان الرباب، الرباب اهنان قامت ورمت بنفسها على رأس أبي عبد الله الحسين، أخذته وراحت تقبل جبهة أبي عبد الله الحسين، فحام حولها الجلاوزة وضربوها بالسياط وضربوها وضربوها إلى أن أخذوا رأس أبي عبد الله الحسين منها. مولاتنا زينب توجهت إلى الرباب، قالت: يا رباب، لما فعلت ذلك فضربوك؟ قالت: سيدتي، لما خرج أبو عبد الله الحسين للقتال ودعته سائر النساء والبنيات واليتامى والأطفال إلا أنا ما ودعت الحسين، فبقت حسرة حسرة في قلبي، الآن جئت لتوديع أبي عبد الله. عظم الله أجوركم يا مؤمنين. المصيبة الأكبر وين؟ المصيبة الأكبر لما أرادوا أن يدخلوهم على عبيد الله بن زياد، انتهضت العشائر، قالوا: يا ابن زياد، الآن نحطمن جيشك حطمة. قال: ولم؟ قالوا: إن لنا في السبايا عقائل، احنا عندنا نساء في ذن السبايا. قال: دونكم عقائلكم. فأوقفوا السبايا في رحبة الكوفة، وجدت العشائر كل عشيرة تأخذ الإمرأة اللي تابعة لها، معززة مجللة مكرمة، تذهب بمعية عشيرتها فلانة الأسدية لتخرج عشيرتها بانتظارها. كانت الإمرأة الأسدية تخرج مع عشيرتها فلانة الخزاعية لتخرج عشيرتها بانتظارها، فكانت تخرج معززة مجللة تذهب مع عشيرتها، وهكذا الامرأة تلو الأخرى. إلا الحوراء زينب صارت تلتفت يمينا وشمالا، يا بكلمان كلمة لها وليان جاه جاه، صاحوا باسمها وطلعوها، ومن الأجانب خلصوها، وزينب أهلها تعذروها. من يوم للطاغي خذاها، يا أيا وتسمع بذنها شتم أبوها، يا أيا وتسمع بذنها شاها. التفتت يمينا وشمالا فلم تر أحدا إلا رأس المولى، راحت تخاطب رأس الحسين تقل له: خويا أنا تبعتك، أنا تبعتك على ريحة الخوة، الخوة أثار عفتن بقاع الشلوة، خويا دشوف الشمر بيا سوى، صوت علمتني تلوى، يا صوت علمتني. من فوق الرموح: الله يرعاياك. أنا أقرأ لك هذا الطور حتى تشارك وتحصل الأجر والثواب وقضاء الحوائج إن شاء الله. نادى آه من فوق الرموح: الله يرعاياك. إيه صبري يا
خويا وسلمي امرك المولاياك راسي على راس الرموح الرايح وياياك شان يبار العائلة ويرعى ليطيحون خويا استعدي للهضم والهضم جدا ولازم يودوكم سبا يا الطاغي الشايا ولازم تسمعون المسبة بمجلس العايام ولازم تشوفون المذلة الوان وفنون ماذا صنعت مولاتنا زينب وجهت وجها نحو قبر أبيها علي هي وين هي بالغري يا بحدر يا يابا يا يابا ما تجي مرحومة عبرتك مقضية حاجتك يا 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 وشوفنا شلون نسبينا والله يا بس بايا ونستار اي نستار بدينا قضية حاجتك يا والناس تتفرج علينا والله يا بعمة عين اليصد بالعين لينا لينا يا بيغسل قال لن غايب ولينا وراس على الرمح يبرى النساوين يا وراس على الرمح يبرى ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال إنا لله وإنا إليه راجعون. قبل الدعاء بالنسبة لمسألتنا الشرعية أيها الأحبة تعود إلى نذر الزوجة أو الولد. إذا امرأة نذرت إذا الله فلان شيء سوالها فلان شيء تعطي في سبيل الله، مثلا كل سنة تطبخ 5 خرفان أو تذبح 5 ذبائح والله انطاها حاجته سنة سنتين سوت تعبت الآن تريد تفسخ نذرها تقدر لولا إيه تروح الزوجها تقول له عمي أني ناذرة هيك نذر فيفسخ نذرها أو إذا أبوها على قيد الحياة بكيف تروح الزوجها أو الوالد أبوها يفسخ نذرها ويطيح صايمة ناوية ناذرة الصوم الآن صامت يوم يومين 3 تعبت كل سنة ما تقدر الصوم تذهب إلى أبيها وإلى زوجها فيفسخ نذرها ويسقط من ذمتها بشرط من نذرت لتكون استأذنت زوجها أو أبوها. إذا قالت لي يا رجال أريد أنذر أني كل سنة أطبخ مثلا 200 كيلو تمين ومرق وقال أني سامح لك هنا بعد ما يقدر يسقط النذر اللهم استأذنت زوجها بس ما استأذنت أبوها تروح لأبوها أبوها يسقط النذر استأذنت أبوها ما استأذنت زوجها تروح لزوجها يسقط النذر يسقط خلاص تبرأ ذمتها أو الولد
نذر نذر ومرة مرتين سوى أو أصلا ما سوى، شاف نفسه عاجز، يعني عاجز يقدر، وإلا إذا عاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بس ما له خلق يروح الوالدة يسقط النذر. فرد امرأة ناذرة نذر، هذا النذر مثلا كل سنة تدفع 10,000 دولار لزوار أبي عبد الله الحسين في 40 سنة، سنتين ثلاثة دفعت بعدين تعبت عندها، إذا ما عندها يسقط منها. هسه أبوها ميت، زوجة ما عندها، هناك تزوجت، يقدر زوجها هذا النذر اللي نذرته قبل أن تدخل في ذمته يسقط؟ بلا، يسقط النذر وينتهي. شوي دقة. أما إذا الولد ما عنده أب والمرأة لا عندها أبو ولا زوج، يقدرون يروحون للحاكم الشرعي مرجع التقليد يسقط النذر؟ لا، هذه خاصية الله جعلها للزوج وللأب وبس. يقول أسقطت النذر الذي في ذمتك إذا ابن، يقول أسقطت النذر الذي في ذمتك إذا بنت أو زوجة. زين يقدر يأخذ هنا فلوس لو لا؟ يعني هي ناذرة 10,000 دولار تدفع كل سنة، قال إيه أنا سقط النذر بشرط تعطيني 5,000 دولار، يجوز شرعا وحلال وطيب، لأن هذا حق، يقدر يستعمل هذا الحق الشرعي، يقدر ما يستعمله، الأمر إليه لقضاء الحوائج وشفاء المرضى. تلاوة الآية الكريمة 5 مرات بأعلى أعلى أصواتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بعد بعد بارك الله بك، أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتقرب إليك ونقسم عليك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأمة 9 من ولد الحسين 10 مرات بأعلى أعلى أصواتكم. يا الله يا الله ارحمنا يا الله، حسن العاقبة يا الله، يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم تقبل منا ومن الحاضرين ومن المؤسسين هذا العزاء بأحسن قبولك. اللهم واشفي مرضانا، اللهم واشفي مرضانا المنظورين، اللهم واقضي حوائجنا، اللهم وسدد ديوننا، اللهم وارض عنا إمام زماننا، اللهم وعجل فرج إمام زماننا، اللهم وارض عنا آباءنا وأمهاتنا، اللهم وارحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم وارزقنا الإخلاص في أعمالنا، اللهم واجعل عواقب أمورنا خيرا، وابعث اللهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من هذا الجمع، نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.